فاضل عبد اللهوي ومع زافي كتبوا لي تويتر وداروا بالغ في الصفحه الرسميه ديالهم وخلاوه وجراو على الناس طردوهم. هاد السيد راه وقفوه، هاد السي عصام بن جلون اللي اتهمنا باننا ضد النظام، مع العلم ان التنقل ديالنا لتونس كانت فيه تقريبا 6000. الداخليه ديال تونس، وزاره الداخليه دارت بلاغ كتشد الجماهير نادي الرجاء الرياضي، وكنلعبوا الدبلوماسيه الموازيه، مشينا للجزائر راه غنينا الصحراء المغربيه باش غيجيو الناس يقول لك اعتذرنا لكم. لا، الاعتذار ما كيقولش بالطريقه، حيت غنيناها من حقنا. الصحراء ماشي مغربيه، الصحراء مغربيه، واش تقولي ندخلوا الصحراء المغربيه؟ كنهضر على الرجاء، ما كنهضرش على شي فارق واحد القبيح حتى هما كرهتوا. لا ولكن واش الاعتذار المكتوب يلغي المساءله؟ راه ما كاينش المساءله. سي خالي، المشكل انا غنعطيك حق الشجوع، انا المشكل بان انا اللي عندي الكلمه دابا. بالنسبه لي كيدير الفتنه سي خالد، ماشي حق الرب. شوف سي عادل معروف عليه هذا الشيء، ما يخليكش تاخذ الكلمه وما يناقشكش وما يحاولش. هو رايه، هو رايه، رايه هو اللي مزيان. راه العالم كله على خطا وعلى صواب. لا سي عادل، راديو مارس تحكم عليه دار الفتنه، دار الفتنه زوين. هذا كيقول الراي ديالو فيا، كنقول رايي في راديو مارس. انا بالنسبه لي راديو لا مارس عطيته غير هو سي عادل. دابا عطى واحد المثال على التوتر. راه قال التوتر، راه التوتر السي خالد. واش غادي معاه في المسطره؟ واش اتهمك بانك عديم الوطني وبانك ضد الرئيس؟ مشيتي معاه في المسطره. واش هذا غلط؟ ماشي معاه في المسطره. واخا واخا، هادي راه فتنه. ماشي معاه في المسطره. انا جيت قلت لك انا انت عديم الوطني وتشدعيني. لا، هو الوداد الضامن، هو الوداد عليك حتى هو. يا راه مؤسسة المخاصرة تاع القناه، نادي الرجاء كمؤسسه غيدعيهم. واخا مزيان. والهاكر حكمات عندهم صوابع. مزيان مزيان، عندهم صوابع. خليو الاجهزه دير خدمتها. عندهم صوابع. لا في شغل. على الناس هادو. واش الهاكر ما موقفاتهمش؟ عادل، حنا كنطالبوا بواحد الرقابه. عادل، على اذاعه راديو. خليني نشوف الخطا، الخطا اللي ارتكبت راديو مارس. سي خالد، الهاكه الا مشيتي عندها خاصك دير الشكوى. حنا كنطالبوا من الهاكه خاصه اذاعه راديو مارس تكون واحد الرقابه يوميه عليها، لان راه مفروضه. كيداروا شي حوايج خطير. تكون الرقابه مفروضه، خاصها تكون يوميه. خليني نجاوبوا، خليني نجاوبوا. ولكن كتحرك الشكايه كيعاودوا يرجعوا يتصنتوا داك الشيء. هاد الناس اللي دابا بحال سي عبد الاله كيهضر باقي ما كيفرقش بين الراي وبين الراي ديال شخص محلل وبين الراي ديال هذا التحريري ديال راديو مارس. ما تبقاش تكتبوا على هذا عبد الاله. الله يرضاك عبد الاله، خلينا نكملوا الحلقه. العام كامل تقول لي ضيف، ضيف هو اللي كيجي عندك الخميس وكيمشي عندك عاوتاني في شهر 7 وشهر 8. دابا هذوك ناس هو فاش يختاروهم راديو مارس. انا ماشي ضيف، انا تهضر في علم التحريري ديال راديو مارس. الله العظيم، هادي ماشي ضيف عصام بن جلول. انت شغلك حتى معك مع السبعه انت كتشوف. لا، كاين تحكم في البث. هذاك خط تحريري. كاين لانيماتور برانسيبال المفروض انه ولا غلط ضيف كاين. سي خالي، لا لا، كاين. كنتي كتهضر على الخط التحريري ديال راديو مارس. واش كنتي لا كان سي عادل بغا يوصل من عصام؟ لا لا، ما تابعش لينا. بلاتي، اسمح لي. الا كان هو، الا كان السيد اللي صدر عليه الخطا كان ضيف، راه ماشي ضيف. لينو باكو ضيف. دابا واش يمكن لينو باكو؟ لا، جاوبني ويجاوبني عادي. خليني نجاوب. انا ما عرفتش كل الانيماتور برانسيبال ديال الحلقه. عادل عادل، شنو هو المشكل دابا؟ انت واش لينو باكو ضيف؟ دابا مدير هذاك هو. واخا سي خليل، دابا فاش كيكون كيهضر كندخل باش نناقش انا وياه؟ لا، ما ندخلش. فاش انا كنهضر نخليك تهضر. لا لا، خليه، وخليه يهضر، خليه حتى هو يهضر. هضر عادل، وهضر عادل. ما شغلكش نقول لك. خليه وضع نعقب عليك. كرة توترني شي بيني وبينكم. انا الحلقة ديالي انا راه العنوان راني شتو. انا شوف هاد الاعلام والتوتر ها هو عندي انا في الحلقة. علاش غنتسنى نقلب عليه؟ كاين توتر بين اخويا، بين انا كون عليا كون جمعنا طوينا كاع. خاص حلول وكمل عادي. خلي الله يرضي عليك، راك وضحتيها. ما تعطيش معلومات تقولها. الله يرضي عليك. شغلك نقول اللي بغيت. عبد الله، انا نشرح ليه باش يفهم. لا، اشرح لينا. اشرح لي، اشرح لي هو اللي تحت وليش بدا الموضوع. خليها انا ما نفهمش، انا ما كنفهمش. هو سبحان الله العظيم كيكون معنا في لا ريداكسيون الصباح وكيعرف الخط التحريري ديالنا. سبحان الله العظيم، مزيان، سي با غاف. مي بون، حنا كيف قلتي انت راك فاهم، لانيماتور برانسيبال ديال ليميسيون هو الراي ديال راديو مارس. هذاك السيد هو اللي يدي يمثل راديو مارس، هو مول الحلقه. مزيان، انت ضيف عندي، السي المغودي ضيف عندي، السي عبد الله ما دير شغل. خليني زعما انت هو كان ضيف. خليني انا خليه بلاتي نكمل. السي لينو باكو، السي لينو باكو، اسمع اسمع باش نشرح لك. اسمع نشرح لك. السي لينو باكو في هذيك الحلقه هو محلل مدير. ما تعرفش راديو مارس؟ دابا فهمت، دابا كنفهم. واش واخا واخا واخا، وخلينا عبد الله نكمل معاه. كنفهم، خليه يكمل لينا. نفهمك كيفاش داز هذا السياق. واخا باش تفهم، لينو باكو
وعصام بن جلون وسي سميتو شكري علاوي وشي كاع هذوك الناس محللين، كل واحد كيقول الراي ديالو. الا شدينا عصام بن جلون وسمعنا الراي ديالو دابا كنهضروا على الرجويين، مي الا مشينا للراي ديالو غنلقاو بزاف ناس مع الراي ديالو لاننا حنا تطنيطه. دابا خليني نكمل انا جاوبني قالك خليني نهضر الراي ديالو بان الجماهير راه تطنيطه واش تخدم بان داك التيفو تطنيطه كتكون مسائل خطيره هذه. لا لا بلاتي 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 عبد الله الله يرضى عليك خلي خلي كمل هذه الفكره راه غادي تسجلها مسائل والله ما غنسمح لك ما تسمحش ليه. واش كيف واش سولنا واحد واش انا باغي شوف عبد الله كنصنتو ليه باغي نسمعو فين باغي يوصل بالفكره. انا عادي كيدافع على واحد انت جاي هنا علاش كتخلص من الراديو ما اسمح حقو دابا راه هو خدام تما وحقو هذا ولكن باش يقول لنا اننا حنا واش ما بغيتيش تقول حنا ضد ولكن الحكم الحكم لمن الحكم وان غادي ورا المستمعين اللي كيتصنت دابا واش المستمعين راه جاو ناس ماشي رجاويين ماشي رجاويين نهضر انا تسال لا لا غير 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 نشرح ليه نشرح ليه بغينا نوقفوا الصيفه الصيفه شوف الصيفه الا شفتي مني قدمنا حنا كون واحد قدمناه بصيفه مزيان سيلينو باكوش من صيفه كان فيها اللي تقدم بها في بدايه الحلقه شو سي خالد خليه يكمل كنت صح هذا هو الضحك سيلينو باكوش من صيفه واش بغيت شي تخريج خلا هو اشوف شوف لا انا كون قال لي راديو مارس غلط وغندير اعتذار رسمي وغنتقبل باش غدوزها علينا ودابا واش ما بغيتش تقول الصفه الثابته هو انه مدير كنقولها بالفطره ما عندنا جنسيه مكتسبه ودابا خلينا نشرح لك اشرح لينا حتى واحد صويب حتى واحد ما عنده الحق انه يخون شي واحد في الفولاط الوطنيه ديالو. واش كاين شي واحد غيتقبل انه يقول شي رجاوي شي مغربي انه ماشي مغربي؟ وقال لينا خليني نشرح لك وقال لينا ودابا انت فهمتيها هكا حقا؟ لا 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 ماشي فهمتها واش ما نشرحش للوضعيه للكونسيسبا كنقول لك اشرح لي انا وتخش وخا راه ما فيهاش راه ما فيهاش تفسير ياك غتحكم لها هكا غادي يشرح لي شنو لا هكا غتحكم الله يحفظك خلي لها هكا نشرح اصاحبي واش ما نشرحش شنو 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 باغي تقولها عادي يلا شنو علاش لينو باكو ياك فاهم خليني نشرح الناس اللي ما فاهمين انا انت ما فاهمش انا قول لي اش وقع حتى واحد ما عنده الحق انه يحيد الوطني لشي واحد اخر امبوسيبل لا يمكن هذا موضوع منتهي ما كاينش النقاش فيه ما كاينش انت تقول لي وانا نقول لك. عصام بن جلون طرح واحد المشكل هذاك المشكل فاش طرحوا بناء على التيفو شرحوا الوقائع اللي كانت طرحات فيه ولا اللي كان طاح فيه هذاك التيفو في البرازيل ولا شتي الترا ديال الراجل اللي هز التيفو شرح معلم هذاك التفسير هو اللي قالو السي عصام بن جلون ودابا وخليني واش قال لك حنا ودابا وعادي راه كتعطي معلومات ودابا اسمع السي مغلوطه دوز رساله للناس اللي ما فهمت هذا الشيء اللي ديالك بلاتي اذا هذا الشيء خاصو ناس اللي غادي غادي يحلوا لنا الخطاب باش نعرفوا هذاك اش كان ناوي ولا هو صافي على الفساد الكروي وحنا عايشينو كيهضر على التضارب وكاين اللي نوباكوش قال استفد انت لينو الباكو تركم مسكاج ديال السيستم انت ما استفدتش دابا كاذاعه انت ياك ما استفدتش حنا اذاعه خاصه انت من الجامعه حنا اذاعه علاش ما بغيتش تكون تستافدوا من الجامعه نهضروا حنا حقنا نهضروا عطيني علاش كيكون دعم واش كاين دعم مالي تبغينا نعرفوا الحقيقه واش كاين دعم مالي من طرف الجامعه راديو مصر ولا لا لا ما كاينش متاكد ما كاينش متاكد اها متاكد مليار في المية كتكذب علينا لا ما كنكذبش عليك كان دعم كان دعم في المشروع الراديو علاش ما يتعطاش هذا المشروع سيدي الابو السهل سيدي ولا يتعطى لزادو علاش بالضبط هذا راديو ماسك اللي عنده امتيازات تقدر نجاوبك علاش عندكم ديما تخليني الصحافي خليني نجاوبك جاوبني بواقعية عادي شوف خليني نجاوبك باش تفهم حيت ما فاهمش بزاف لا والله الا فاهم عادي واش تقدر نفيد دابا غادي نقول غنقول لك خلونا ما غدوزوش ما غتخليوهاش غادي نعاودنا شوف ما غاديش باش نقعدوا الراجا راديو ما غاديش تتلا معاش شوف عطيتكم والله الا عطيتكم فرصه باش لان السي اللي جبدها راه هو السي ادي هو طرح هذيك هذا ودادي جبد لنا الصح لا لا طرحتي المثال والمثال ولاو بغاو يديروا فيه التصويب والتصويب ما بغاش يخرج انا شوف شوف حنا اذا هاد السيد حنا كنا كنهضروا في واحد الحاجه خرج ليا الراديو والجامعه انا نشرح ليه افيك كرون بليزير علاش حنا خدينا الدعم استاذ لان حنا اذاعه رياضيه لا سول راديو سبورتيف وهذاك المشروع كان مشروع رياضي وخدينا عليه راه كانت قناه رياضي ما خداتش الدعم قناه رياضي واش كنتي معاهم اصاحبي حنا شوف راه المعلومه حق ديال اي مواطن طيب غنرجع هذا المغودي لا لا